يرون الكثير عبد الله لأحفادهم هذا الإنجاز التاريخي الذي فرح به العرب والأفارقة كذلك في أول بلوغ لمربع ذهبي في كرة القدم الدولية. قطر كانت وجهة خير علينا عبد الله. صحيح. انظري جورة إلى هذه الصورة الرائعة، صورة هذا الاستقبال البديع والفخم لأعضاء المنتخب الوطني ولأمهاتهم. انظري إلى هذه الفرحة، هي فرحة كل المغاربة، ويعني هذا الاستقبال العظيم الذي حظي به المنتخب المغربي منذ وصوله إلى مطار محمد مطار الرباط سلا، ومرورا بشوارع سلا والرباط، كلها احتفالات ها هي تتوج بهذا الاستقبال الملكي الرائع.